حصار. المهم قلنا ماشي مشكل عادي جدا. عمري انا ما كنتش كنعرفك شخصيا، واخا كنشوف داك الشوا اللي كديري كنقول صافي ماشي شغلي، كل واحد وحياته الله يجعلها تحط سروالها، انا مالي حياتها هذيك ماشي شغلي. ما كنتيش على الانسان المحتوى ديالو ولا حياته ديال اللي بغى، ما كنتيش عليه. المهم طلعت معاك في اللايفات، شفت كانت اول نهار طلعت معنا، نعود لكم الاول، شفت كانت احلام كطلع مع خوتي سجلوني وطلعوني شو باش نشوفها نحط على بوجهها، سجلوا اللايف وطلعوه، سجلوا اللايف وطلعوه. سمعوني قبيلات، اول نهار نتعرف على هذيك اشنو اختي في بابي، في بابي اللايفات نلعب اللايفات مع الناس في بابي. انا كنت اول مره كنت بديت كنلعب مع احلام، واحلام هي اللي عرفتني حتى على ندى حفي شويه، وليت تلعب حتى مع ندى حفي. احلام هي الاولى اللي لعبت معها شويه، حنا غير تحدي داكشي بيناتنا، غير تحدي، ما مصاحبين ما حتى شي حاجه، ما كنعرفها ما كتعرفني، ما اش لي حنا خصنا نتصاحب مع انواع واشكال ديال الشوهه. يا اختي زوتني دوت بعد تعيط، تهرب تعيط، فقت انا دبولي مشوهه مع المشوهه، لان مع ما شفتك مع ما شبتك، وبنادم كتغير وكتلوى عليك بحال الفعه بحال الفعه. سمعوني، اول نهار اختي نتعرف عليها انا غير في اللايفات، شفت احلام كانت طلعت معها شي مره، احلام طلعت معها وانا ندير لها ابوني ونقول احلام ماما شكون، قلت احلام ممكن، قلت لها قولي قلت الاحلام، قلت لها قولي صار كل ترد لي ابوني، زعما نلعبو تحدي، انا كنبغي الناس كنتعرف يلا داخله التحديات، كنبغي نتعرف على الناس نلعب معاهم. ردات لي هي ابوني انت كنلعبو تحدي، صافي بيناتنا التحدي، بيناتنا التحدي، تطلع لينا اللايف كي يعني كيكون المشاهدات في اللايف، كيكون لايف زوين، كيكون شويه الدعم، كيكون كنستمروا في اللعب. بقات هي دائما شدات النمره ديالي، مره كتقول لي طلع يلا طلعوا نلعبوا، بقينا كنستمروا كنلعبوا، مرات ما كنلعبوش، مره كنلعبوا، مره كنتخاف وكنطلع شويه، واخا كنتخاف وكتعاود تهضر معايا حيت باغا حاجه تهمني، باغا حاجه تهمني، باغا هي غير تلعب معايا، فهمتوني، هذه هي حاجه تهمني انا باغا تلعب معايا، كتعاود تهضر معايا في الواتساب، واخا كنتخاف وكتعاود تهضر معايا وكتقول لي وطلعي نلعبوا. انا شفكرت قلت هاد الانسان واخا هي كتخرج هكاك في اللايفات، في الاول كنلعب معاها ومبعد عليها، مشخوشه منها، خايفه منها يا اختي، خايفه من شرها يوصلني، وخايفه مني يا اختي لا يوصلني يقيسني شي حاجه منها، داك الشيء اللي كديري هي. انا واخا كنلعب معاها والله حتى خوتي خفت من بالله العظيم، حتى كنت مشخوشه منها وكنبغي نبعد، كنبغي نبعد دائما، كنبغي نبعد. المهم قلت بيناتنا اللعب في التحديات ما غتقيسني، ما غتقرب ليا، ما غتلحق ليا، اللعب والدنيا. بدينا كنلعبو بدينا كنلعبو، كنت خاف من بعض المرات، واخا كتخسر ليا الهضره شويه، كتهضر معايا في الواتساب كنت ويلي راه غير كنضحك معاك، ويلي صاحبتي انا المحتوى ديالي هو هذاك ديال الشوا، خصني ضروري نقول شي حاجه الشوا باش زعما اللايف يطلع بجوا، كتعتذر ليا كتقول لي واجي نطلعو نعاودو نلعبو، كنطلعو كنعاود نطلع صافي، كنقول الدنيا عانيه راه قلبها ابيض، واخا كنت خاف منها حنا هي كترجع تهضر معايا، كنطلع اختي كنلعب معاها، بقينا كنستمروا في اللعب صافي. انا دائما كنبعد عليها، كتقول لي جي عندي الماندري، انا نقول جي عندك ولا تجي عندي، ولكن في داخل العقل ديالي كنقول اوي يا اختي مشي عندها دير ليا شي مصيبه، دير ليا شي مشكله. الحمد لله يا اختي ما طيحتش عليا شي بطل، اختي من بطل ديالها على داك النهار اختي طيحت على شي بطل، تمشي تقول لك خونتي ليا شي حاجه، سرقتي ليا شي حاجه، مشي اختي تهضر ليها شي حاجه، تلصق فيا، الحمد لله ما طيحت عليا شي بطل من بطل. جات يا اختي البورتوبانوس وهي تهضر معايا، قالت لي بوسي نتشافوا، هي اللي كتقول لي نتشافوا، قلت لها آه انت هنا، قلت لي انا في بورتوبانوس نشوفو. انا فكرت قلت لها انا يا اختي اش بغيت ندير بهاد الشريره هاد المجرمه هادي، اختي نمشي نشوف معاها، دير لي يا اختي شي مقلب، دير لي يا اختي شي مشكله، دير لي يا اختي شي حاله في حياتي، انا اختي ما قد على مشاكل البلاد، انتم كتعرفوني انا ما كنبعد، انا كنبعد على المشاكل بلاتي. نكمل لكم اختي القصه، ايوا ايوا اختي، قلت وانا فكر قلت صافي الدنيا انا شحال هادي، ما خرجش اجي نخرج نشوف، انا كنشوفها غير في الزنقه، ما غنمشي انا كنشوف معاها غير في الزنقه، ما عندها ما دير ليا في الزنقه، نشوف معاها نهضر ندير انا وياها فيديوهات نتكلم. خرجت اختي مشيت عند البورتوبانو، السيده بانت ليا في واحد الشكل اخر، هي راه كانت هي راه كانت كتخطط هي تما باش بنان فاش كيبان لك درويش وبداك الدروش كتلحون عارفين كيخطط لك شي حاجه، اش باغي باغي شي 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 هذا كيحفر ليك في شي حفره باغي يطيحك فيها، ما عرفش راسو بان ديك الحفره اللي حفر غادي يطيح فيها هو. صافي يا صاري بول يا صاري خول، عرفتي حتى شي واحد ما جاب لك التمام في السوشيال ميديا، انا اختي غنجيب لك التمام، عرفتي علاش انا؟ حيت انا كنتبع القانون، حيت انا ما كنخش على شي حاجه ماشي هي القانون، حيت انا ما غنديرش معايا شي حاجه نضرب معاك ونوسخ فيك يدي، اختي الا ضربت معاك غادي نوسخ فيك يدي، انا غنتبع القانون وغادي نوريك، غادي نوريك بلاتي اختي. نكمل لكم الهضره اختي، غادي نحط لكم واحد الفيديو في اليوتيوب باش نكمل لكم كل شيء. المهم شوفت مع اختي، سجل اختي اللايف وطلعوه، شوفت مع اختي في بورتوبانوس، السيده كتلحون كتفرش ليا، شوف الغدر
شوفوا بنادم كيفاش غدار، كتلاح وين كتفرج ليه وهي فاش كتبغي الدار في الدار كتولي حلوه ومفكه في حلوه ويلي كي كتولي كتقولي صافي هنا البنت هي البنت وعلى اس كتبان لي درويشه وكتقول لي انا راه داك الشيء فاشل من غير فاشل ميديا صافي ويلي غير كنكون نضحك زعما باش نطلع البوزه باش ندير اختي فاشل ميديا انا اختي مبرفونه انا راه ظريفه وانت شوفي وانا راه هيك وبصح نيت البنات تتعامل دي اختي كتلحون يا اختي عندها 10 الوجوه يا اختي شحال من وجه عندك يا ربي السلامه يا ربي السلامه يا ربي السلامه يا ربي السلامه ودومي على وجهك دومي على سيفتك دومي على كميرتك حشمي على كميرتك حشمي على وجهك علاش اختي كتغيري علاش اختي كتبدلي علاش اختي كتلويك اللفعه يا السلامه يا السلامه يا اختي عمري عرفت نتعاير وما كنعرفش نتاح حنين ليها اش قربني ليها كنشوفها يا اختي في اش قربني ليها ندمت يا اختي تغب لي فراسي النهار اللي تعرفت عليها فيه هذاك النهار كحل مشيت شوفت معاها في بورتو بانون فيدا تعاملت معايا مزيان عرضت عليا يلا اجي نتعش جلست معايا كضحك كتهضر عادي دوزنا زوينه ضحكنا هضرنا انا قلت هاد الدريه مضريفه واخا داكشي تدير فاشل ميديا لا علاقه شوف ام بيرسونا وانا دائما كنت كنشكرها اخوتي دائما كنت كنقول لكم هذيك الانسانه راه مزيانه وظريفه ولا غير فاشل ميديا كتبان هكاك ام بيرسونا راه واحد الانسانه مزيانه وانتم شفتوا انتم شاهدين على كلشي كيفاش انا مشيت بنيتي معاها انا مشيت بنيتي معاها ايوا ملي تشوفت معاها بورتوبانس من تعاملت معايا زوين شويه وتقول لي انا مسافره غادي نمشيو فاكونس يلا هنايا قلت لها شوفي انا جيتاني قلت لها شوفي واش غتاخدي شي اوطيل يعني واش خصني انا نخلص معاك الاوطيل ولا خصني نخلص مثلا كنت غتخرج جابت طرنطيس هزار حبيبه شكرا شكرا كبيده الا كنتي غتخرجي ريستورانتات كبار انا اختي ما قداش انا لا ريستورانتات كبار نتي اختي بورتوبانس مشيتي للريستورانت دي كتخلصي تما 300 ولا 400 اورو اختي واش انا غنقدر نخلص هذا الشيء انا في الاول نتي عرضتي عليا حيت خلصوا لك الناس اللي معاك هما اللي كيخلصوا عليك نتي راك ما كتخلصي والو عليا عمرك خلصتي شي حاجه عليا كلشي نتي معروضه كلشي عندك فابور هزار حبيبه شكرا اختي شكرا حبيبتي هزار كلشي عندها فابور كلشي مخلصينو عليها الناس وكتجي كتقول لك انا داكشي اللي خدمته غادي نخسرو على بوسي وانتي فين شي فين كتخسري انتي حتى على راسك كتخسر على راسك كتخسر على راسك ولكن كتكون معروضه انا فاش كانت معايا هزار حبيبه هزار اختي الزوينه شكرا لك انا فاش كانت معايا كبيدات كانوا كيعرضوا عليها كانوا كيعرضوا عليها حتى شي حاجه ما مخلصاها هي وكتبجي تجيب زبده تبان عليكم شوفني انا في الريستوران كاين فلان فلانيه انا مشيت لبلاصه فلان فلانيه انا درت كتبان يا اختي عليكم هي حتى شي درهم ما مخرجاها من جيبها يا اختي كلشي فابور كلشي مخلصينو عليها الناس كلشي فابور كلشي مخلصو عليها الناس وهادشي ما تقولوش ليكم هادشي ما كتقولوش ليكم وكتجي كتقول لي انا مخلصه هي عليا ما خلصتيش عليا انتيا انتي ما خلصتيش عليا واصلا عرضتي عليا وقلت شوفي انا واش نخلص واش خاصني نخلص معاكم انا تنفهم راسي انا راسي فاهمه واش غادي واش خصني نخلص معاك اختي تشري في الريستوران دي قلت لي لا 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 حنا معروضه انا تبدا كتفهمني بان هي راه معروضه هي هذيك وكتجي دابا كتقول لكم اني خوت شي حيد واحد ولا حيد واحد واحد الكومنتاريات طلعت انا في الله وبديت صحلق لهم وتعلق لهم وديري يا اختي وتودو ديري في شي حوايج تقولي في شي حوايج اللي ما كاينينش ديري يا اختي في الزواق والملاق وتخسري في سمعه الناس باش انت تباني تخسري في سمعه الناس باش انت تباني تخسري لي انا وسمعتي وتقولي شي هضره ما كاينهاش تقولي فيا انا راجل وتقولي انا ولاد ما ولاديش وتقولي انا بنت التريطوا كنت في التريطوا تفكسي معايا فخدم بزاف عليك انا بزاف عليك توصليني انا ايوا نكمل لكم تلاقيت معاها اختي في بورتو بانوس تعاملت مزيان رانا كملت لكم هاد البلاصه هادي قالت لي اه حبيبه واجي معايا نمشيو فاكونس انا كنت قالت لها ما عندي ما يدير اجي نيت كنت راني الدرسه ما كنت كندير لا لايفات ما عندي ما يدير ما خدامه ما والو اش غزيد شكرا ما خدامه ما والو قلت اجي نمشي مع خوتي